الجارديان: توني بلير تجاهل مسؤولي وزارة الدفاع البريطانية في مناقشات غزو العراق. قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن رئيس الوزراء السابق توني بلير تجاهل إشراك عدد من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع البريطانية من المناقشات التي دارت قبل غزو العراق. وأشارت الجارديان إلى أن سير كيفن تيبت، وهو كبير مسؤولي أمين وزارة الدفاع البريطانية في ذلك الوقت، هو من كشف عن أن الوزارة التي كانت مسؤولة عن إرسال قوات بريطانية للحرب لم تشترك بشكل مباشر في النقاشات التي دارت على أعلى مستوى في الحكومة البريطانية في ذلك الوقت. من الاندبندنت، وخبر كمان الحقيقة أثار استغراب أو اندهاش تقريبا كل من قرأ هذا الخبر. المملكة العربية السعودية معروف ان هي بها ثروات كثيرة جدا مع البترول، بها رؤوس اموال كثيرة جدا، بها استثمارات ضخمة وعملاقة، شركات اجنبية موجودة فيها، وكان دايما النظر الى السعودية انها هي من تقدم القروض والمساعدات للكثير من الدول. من الاندبندنت: السعودية تطلب اقتراض 10 مليارات دولار لاول مرة منذ عقود. لأول مرة منذ عقود تطلب المملكة العربية السعودية اقتراض مبلغ 10 مليار دولار من بنوك عالمية بسبب مرورها بأزمة اقتصادية أحدثت خللاً في ميزانية الدولة العامة. وقال موقع صحيفة الاندبندنت البريطانية إن المملكة صدمت الأوساط الاقتصادية بهذا الخبر، والذي سيكون له مردود كبير على الاقتصاد العالمي، معللة الأمر برغبتها في تخفيف الضغط على السيولة المحلية، حيث طلبت مؤسسة النقد العربي السعودي المصرف المركزي من مجموعة من البنوك العالمية دراسة إمدادها بقرض دولي كبير تبلغ قيمته الإجمالية نحو 10 مليارات دولار. آخر أخبارنا لهذا الصباح من الجارديان أيضا، بس خبر رياضي طبعا. روما يهين فيورنتينا بربعية مذلة من بطولة محمد صلاح. قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه روما الإيطالي لتحقيق فوز كبير على ضيفه فيورنتينا بنتيجة 4-1 في المواجهة النارية التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس الجمعة على ملعب الأوليمبيكو ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإيطالي. وبهذه النتيجة ينفرد روما بالمركز الثالث في جدول ترتيب الكالتشيو بعدما رفع رصيده إلى 65 نقطة، متفوقا على فيورنتينا الذي تجمد رصيده عند 53 نقطة في المركز الرابع، فيما يأتي فريقي يوفنتوس ونابولي في المركزين الأول والثاني برصيد 61 و58 نقطة على التوالي. الحقيقة إحنا فخورين جدا إنه اسم المصري، ودايما بنقول المصري قبل ما نقول الدولي أو العالمي، محمد صلاح ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله بقى مقترن دلوقتي على طول بإنجازات ونجاحات ومباريات وكده، ودي حاجة الحقيقة فخر لينا كلنا إنه يعني هو في روما دلوقتي بيلعب، مشرفنا ورفع اسم مصر عالي جدا. تشجيع السياحة مش بس عن طريق إنك تجيب سياح مصر هنا، تشجيع السياحة بأي حاجة حلوة ممكن تعملها، حتى إنك تكون لاعب في فريق دولي أو فريق عالمي، وإنك تسجل أهداف، وإنك تتمتع بالأخلاق الرياضية وبالروح الجميلة المحترمة، لأنه دي كمان كانت من الحاجات اللي اتقالت على محمد صلاح الحقيقة من زملائه في الفريق ومن مدربه.